بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هنتكلم في الفيديو ده، فيديو بسيط جدا، هنتكلم عنه عن حاجة مهمة جدا. احنا لما نيجي نرن الايه؟ نرن الابليكيشن بتاعنا، بنرنه من هنا. لا يا عم، لا يا عم، ايه؟ انا عاوز ارن الابليكيشن بتاعي من ايه؟ من الكونسول بتاعي، عشان وانت شغال ممكن تلاقي ناس بترن الابلكيشن بتاعك اللي هو السبرينج بوت من الايه؟ من الكونسول. فانت تفهم الدنيا برضه ماشيه ازاي في الكونسول. الموضوع بسيط، الموضوع سهل، ما فيش اي مشكله. خلينا نرن اهو، قصدي نوقف الرن، قصدي وقفناه. تمام، هنقفل خالص الانتليجنت، قفلناه. حلو، هروح على مكان الايه؟ الابلكيشن بتاعي اللي هو اهو في السبرينج هنا اهو، انا واقف هنا اهو، هفتح الكونسول عادي جدا اهو. عاوز اوصل الاول لبارتيشن اف، عشان ده اللي فيه مكان البروجكت. اف نقطتين فوق بعض كده، وصلت في ايه؟ لاف. هاخد ده كنترول سي، هقول له سي دي الرب بتاعي كده. رحت فين؟ رحت على الابلكيشن بتاعي. ركز معايا، ركز معايا، قبل ما تعمل الخطوه الجايه ديت اتاكد من حاجه. هتروح هنا في البروبرتيز، تمام، في الادفانسد سيستم سيتنج، تمام. هتروح في انفايرمنت فاريبل، تلاقي ان في حاله حاجه اسمها جافا هوم، تمام، وتحط فيها اليو ار ال بتاع جي دي كي. طبعا اليو ار ال بتاع جي دي كي بيجي بارتيشن سي بروجرام فايلز، هخش على الجافا او جي دي كي. ده ايه؟ ده الرابط، تمام. هتحطه فين؟ هتحطه هنا. لو مش موجوده هتعمل نيو، اكتب هنا جافا هوم كلها كابيتال، وتحط الباس بتاعها. بعد ما تخلص هنا هتروح على الباث اللي هنا، كلمه باث، تعمل اديت، تنزل تحت، هتعمل اتنين موديلس جواها الجافا هوم اللي هو الفاريبل اللي انت لسه مكريته فوق، وبعديها باك سلاش، تمام، بي اي ان، تمام. ولاحظ ان باك سلاش كده، عشان في ناس بتكتبها ازاي؟ بتكتبها كده ويطلع لها ايرور. لا، باك سلاش كده، تمام، وتعمل اوكي. اوكي، اتاكد من حاجه زي دي، تمام. نرجع تاني للكونسول، ركزوا بس معايا كده. انا هنا، هنا اهو، لو عملت ريلود مش شغال اهو، ما فيش حاجه شغاله اهي، اهي ما فيش حاجه ايه شغاله خالص اهو، كله مش شغال. حلو، حلو. هروح هنا هقول له ايه؟ ام في ان دبليو باكج، تمام، هعمل انتر. هنا يبدا يكريت لي الباكج بالال اي بي بكل الجارز ويحطها فيها، تمام. اذا الكوماند اللي انا عملته ده كده، هو بدا يعمل الباكج بتاعتي ويضيف فيها كل الجارز اللي احنا ضفناها في الديبندنسي في البوم اكس ام ال، لو حد فاكر. حلو، خلاص، ام في ان دبليو باكج كده، كانت باكج ضاف فيها كل الجارز زي ما كنا بنعمل في ال اي بي قبل كده في الايه؟ لما كنا شغالين على اكليبس، لو حد فاكر. تمام، خلصته، فاضل ان رن البروجكت. رن ايه؟ البروجكت. هترن البروجكت ازاي؟ هترن الايه؟ الباكج اللي ايه؟ اللي نتجت عن طريق الكوماند ده. فاول حاجه تعمل ال اس، تمام؟ هيقول لك انك انت هنا عندك فولدر اسمه تارجت، اي اسم مش جنبيه اكستنشن اذا ده فولدر. فانا هقول له سي دي خش جوه التارجت، تمام كده، هو خش جوه التارجت. هعمل ال اس، هلاقي جوه ال اس مجموعه من الفايلز. انا اللي يهمني الفايلز اللي اخره دوت جار، لان هو ده الفايلز اللي ايه؟ الخاص بالجارز اللي نتجت عن ايه؟ نتجت عن اول كوماند احنا عملناه. فانا هقول له ايه؟ هقول له جافا جار، واسم ايه؟ واسم الفايل بتاعي اللي هو السبرينج داش انت. اعمل بس تاب، هو هيكمله لك. اعمل تاب، ما تكملش، هو هيكمل لك اول ما تعمل تاب. هعمل انتر. طبعا عندنا مشكله، ممكن دي تكون داش جار، داش جار يا جماعه، تمام. عملت داش جار كده، هو عامل ايه؟ بدا يعمل ران للبروجكت بتاعي.
لو رحنا عملنا لا خلاص هو كده عمل run. لو رحت هنا عملت reload شوف كل حاجه شغاله ما فيش اي مشكله اهو اهو تمام. اذا كل حاجه شغاله ما فيش اي مشكله. اذا عملنا تو كوماند. اول كوماند ان في قصدي ام في ان دبليو باكج ديت دي بتكريت ايه؟ بتكريت ملف جارز اللي هو عن طريقه ايه هرن البروجكت بتاعي. طبعا لازم تكون واقف على البروجكت بتاعك في مكان البروجكت بتاعك تمام. بعد كده هروح ارن بقى الايه ملف الجار اللي نتج عن العمليه ديت جافا داش جار مش جار لا داش جار واديله ايه الفايل بتاعي. الفايل بتاعي اللي هو دوت جار بيبقى موجود جوه الايه التارجت. تخش جوه التارجت هتلاقيه. بعد كده خلاص عمل رن تمام مفيش مشكله حلو كده. المفروض احنا ايه احنا كده هندلنا ايه الدنيا بتاعتنا تمام. فاضل المفروض ان احنا ايه ان احنا نوقف الابلكيشن بتاعنا صح ولا غلط؟ صح. نوقفه ازاي؟ المفروض الاول ترجع للايه ترجع للبارتيشن بتاعك اللي هو الاف تمام. المفروض بترجع للاف ازاي؟ في قبل ما تكتب اي كوماند انت لو كتبت اي كوماند عندك هنا بلوحه المفاتيح بالكيبورد بتاعتك مش ايه مش هيكتب حاجه. لازم تعمل ايه؟ لازم ترجع لل الدايركتوري بتاعك تمام. تمام. فعشان توقفه اعمل كنترول سي. كنترول سي خلاص شوف كل اللي احنا كنا بنكتبه ظهر ازاي. ده كل حاجه كتبتها كنت بتك على الكيبورد بعمل تيستنج ده كله ظهر اهو تمام. عشان نوقف البروجكت بتاعنا ركز كده معايا. لو رحت هناك عملت ريلود خلاص هو وقف. او ما انت عملت كنترول سي هو كده ايه وقف. حلو كده يا جماعه الموضوع انتهى تمام. لو عملنا ام في ان تمام دبليو سبرينج تمام بوت تمام ران قال لك ايه ام في ان دبليو مش ايه مش تمام. ام في دبليو مش تمام تمام. خلينا نرجع مره لورا اهو هقول له سي دي تمام. نرجع تاني نعمل ام في ان سبرينج بوت ران تمام. عملنا ام في ان سبرينج بوت ران تمام. لو رحنا هناك عملنا اهو شايفين اشتغل تاني. اذا لو لاحظت معايا اللي هي الكوماند اخر كوماند كتبناه اللي هو ام في ان سبرينج بوت ران بيعمل ايه؟ بيعمل التو كوماند دول مع بعض اللي هو ام في ان باكج تمام بينزل باكج وكل حاجه وبعد كده بيرن لي البروجكت بتاعي. اذا خدنا تو كوماند كل كوماند لوحده بيعمل كل حاجه لوحدها وخدنا كوماند بيعمل الاثنين مع بعض على طول اللي هو ام في ان سبرينج بوت نضيفهم بعض رن. بس لاحظ لما تعمل ده لازم تكون واقف في البروجكت نفسه اللي هو سبرينج ان اللي هو البروجكت نفسه ده هنا مش جوه التارجت. لان احنا لو انت ملاحظ معايا لو احنا عملناه هنا اهو لما عملناه بصوا معايا اهو كنا واقفين في التارجت فهو ما قبلش. لا لازم تكون واقف فين؟ لازم تكون واقف في البروجكت ذات نفسه. اذا خدنا طريقتين تو كوماند مع بعض وكوماند لوحده بيعمل نفس الايه نفس الاثنين. الموضوع سهل يا جماعه الموضوع بسيط ركزوا الدنيا جميله. طبعا انا ما برفعش البروجكت بتاعي على جيت هاب لان اصلا ما بضيفش حاجه في البروجكت دلوقتي لكن ان شاء الله فيما بعد نشوف الدنيا ماشيه ازاي. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح. لو في اي حاجه مش واضحه ومش مفهومه تواصل معايا هسيب لك لينك الفيسبوك تحت في الديسكريبشن. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.